الشيء سنتابع التنفيذ. تلعب كرة عالية ومحاولة خطيرة بالفعل بالفعل بالفعل، هي بداية مثالية عن طريق اللاعب البرازيلي. 1-0 يتفوق هولندي أمام الإعادة. دوغلاس البرازيلي يتفوق على الدفاع البرتغالي ويسدد كرة راسية غلطت وفاجأت باتريسيو لتعلن عن تفوق. رود ركنية للسبورتينغ، هذه الركنية الأخيرة حتى حارس المرمى باتريسيو والآخر يتقدم. فريق سبورتينغ يحاول أن يراهن على هذه الركنية. تلعب عالية ومحاولة خطيرة، راهن عليها سبورتينغ، راهن عليها سبورتينغ، راهن عليها سبورتينغ. قطع على الدفاند الهولندي في آخر اللحظات للحارس باتريسيو. هيا والدفاع الهولندي.